رقم اتنين، لو نفتكر دايما فترة من الفترات كان في لاعب محسوب على النادي الأهلي ولاعب للأهلي فترة، وبيتكلم دايما بشكل سلبي عن النادي الاهلي، واحنا علقنا عليه تعليق شهير جدا جدا، يعني الناس بتتكلم عليه لحد دلوقتي. فالراجل ده قبل اي فتره حاسمه في مشوار النادي الاهلي الافريقي يطلع يطلع لك ايه اخبار غير حقيقيه وغير منطقيه كمان. هدفه ايه؟ هو نفسه في ايه؟ انا براهنكم والله هو نفسه في ايه؟ نفسه ان الاهلي يخسر، وان الناس اللي موجوده دلوقتي دي يعني ايه تقع، ويبقى شكلهم مثلا ان هم مش عارفين يديروا او ان هم مش عارفين يشتغلوا او كلام من ده. وده مش صح. ده معناه ايه؟ ان هو بيفكر في مصلحته هو بس، او بيفكر في مصالحه هو بس اللي هتكون من ورا اهدافه، من ورا اخباره دي، وما بيفكرش في مصلحه النادي الاهلي اللي على حسب كلامه دايما بيقول ان هو اللي عاملني وهو. طب فين المفروض الكلام بالافعال؟ يعني مش تقول اي كلام وخلاص. يعني فاللاعب ده اتكلم في ايه؟ او هو اعلامي دلوقتي في قناه كده مش عارف اسمها ايه بصراحه، قال لك اصل الشناوي عايز يعدل عقده. يا راجل انت يا راجل قول كلام غير ده. ده الشناوي لسه مجدد عقده في شهر ايه؟ عرضوا لنا يا جماعه الصوره الله يبارك لكم. ده مجدد عقده من كام شهر فاتوا، ومعدل عقده من كام شهر فاتوا. هو الاهلي هيعدل عقد اللاعب مرتين في اقل من 12 شهر؟ هل ده كلام منطقي؟ اهو الشناوي كان مين جنبه ده؟ سعد سمير، صح؟ سعد سمير مع امير توفيق، وهم بيعدلوا عقدهم او بيجددوا عقودهم، مش بيعدلوا. جدد ساعتها كام الشناوي؟ 5 سنين. هل من المنطقي ان الشناوي هيروح طالب دلوقتي يقول لك انا عايز لا اعدل عقدي؟ لا طبعا مش منطقي. لا الشناوي هيطلب كده ولا الاهلي هيعمل كده. الشناوي ده من اكتر اللعيبه اللي عندها تحمل كامل للمسؤوليه، وعارفين ايه المطلوب منهم، واجباتهم، وكل حاجه ايه، وبيشتغل بقمة الاحترافية مع النادي الأهلي. فده كلام الغرض منه إيه؟ إن أنت دايما تحط الأهلي في موضع ضغط، ويبقى إن في مشاكل حوالين النادي، وفي لعيبة عايزة تمشي، ولعيبة عايزة تعمل عقدة، وده كلام مش حقيقي. وفي التوقيت ده غلط، وفي التوقيت ده أصلا يبان جدا إن أنت ليك أهداف تانية. فأنا مش هعلق تعليق أكتر من كده، مش هقول اسمك لأن هو بيقعد يشتكي وحاجات كده يعني. فأمور